مساء الخير. بلاغ للنائب العام، وحش قارون يسبب السرطان. انهي سرطان؟ سرطان الكبد ولا الدم ولا سرطان قلة الدم ولا سرطان انعدام الضمير؟ سرطان الفقر، الجوع، كلهم سرطان. وحش قارون الدكتور حسين خلف الله الخبير بيقول انه متوحش لدرجة ان تم تصنيفه الثاني بقائمة اكثر الطفيليات بثا للرعب على وجه الارض. ومن كتر ما هو مرعب السينما الامريكيه اختارته علشان يظهر في فيلم افهمها. ظهر، بس لما رحت شفته لقيت ان اللي ظهر في مصر ابشع وافزع من اي خيال. الفيلم اللي جسد وحش قارون اسمه ذا بي، أشرس أفلام الرعب في العالم. الوحش ضخم في الحجم قد الخنفسة، ألوانه أبيض أصفر وأسود. في ناس افتكرته أمل السمك، بس لأ، الأمل أصغر بكتير. الملاحظة الأغرب إن الصيادين قالوا إن الطفيل ده بينهش بشكل مؤلم جدا، لدرجة إن لما حد بني آدم يمسكه أو حتى يقرب منه بيوجع، بياخد حتة من جسمك ما بيطلعش. أمل إيه؟ وحش قارون أكل قوت أكتر من تقريبا 12,000 صياد في مصر، منهم 6,000 صياد بس في الفيوم. مين وحش قارون؟ حشرة طفيلة تدخل السمك من لسانها تزحف لحد خياشمها، تمص دمها كله لحد ما السمكة تموت. لو لزقت في أي جزء في السمكة، أي جزء طوله، الحشرة دي تاكله كله، ما تخليش منه حاجة. يا ساتر، إيه ده؟ جت منين دي؟ مين جابها؟ القصة هتبتدي بالمفعول بيه، الصيادين.